لقد قتلوا الأحفاد والأبناء. يا رب خلصنا منهم ومن ملكهم الظالم. يا رب الأطفال خائفون، لا يخرجون للعب كعادتهم. يا جدي هل يمكن مساعدتك؟ جدي، الله، ما أحلى هذه الكلمة أيها الطفل الجميل. إنني أخاف عليك يا جدي من الملك الظالم جالوت. لقد قتل هذا الملك الظالم أبنائي وأحفادي، فهل أخاف منه؟ إنني ذاهب لأحارب مع الجنود. انتظرني يا جدي، تذهب لمن؟ تذهب لمن وأنت عجوز؟ لا تخف يا بني، فأنا أعلم أن ملكنا طالوت قد ذهب ومعه الرجال والجنود لمنع الملك الظالم من الاقتراب من قريتنا. هل تعتقد يا جدي أننا سنكسب المعركة؟ الله معهم، لأن الموقف صعب، فجندنا قلة أمام كثرة جنود جالوت، ولكن بالإيمان بالله تنتصر القلة على الكثرة. اسمح لي أن أحضر لك بعض الفاكهة من الداخل. أيها الطفل الشجاع، لن أقدر على تناول الطعام إلا بعد الانتصار على جالوت الظالم. هيا ندعو الله أن يعيد جندنا منتصرين وأن يزلزل الأرض من تحت الأعداء. أنتم أيها الأطفال مستقبل هذه الأمة، وإنني لعلى يقين بأن هذه الأيام سوف تزول ونعيش أياما سعيدة. نحمد الله على النصر. ما كان النصر حليفا لنا لولا شجاعة داود. نعم، إن شجاعة داود لم نعرفها من قبل. لقد قتل داود جالوت الذي خاف جميع الرجال منه، وتقدم له داود فخلص الدنيا من ظلمه. إنه النصر، إنه النصر، الله أكبر، الله أكبر. مات جالوت ومعه الظلم، مات جالوت ومعه الظلم، الله أكبر. لن نشرب منك أيها النهر، فإن ماءك مضر جدا بصحة الجنود. نعم، ولقد حذرنا منه ملكنا طالوت. هاي، النصر حليف المؤمنين. سوف أذهب إلى أهالي المدينة لأخبرهم بالانتصار وموت الظالم جالوت. نعم، اذهب بسرعة، فقد حرموا من زمن طويل من سماع أخبار الانتصارات. كل الأطفال اخرجوا من المنازل والعبوا في أمان، قل لهم انسوا الخوف للأبد. يبدو أن الطيور تريد أن تزف إلينا خبرا. خبرا؟ خبر ماذا يا جدي؟ منذ زمن بعيد لم تفرح الطيور مثل فرحها هذا. هذا يعني خبر الانتصار؟ يبدو ذلك. ابشروا يا قوم، لقد انتصرنا، لقد انتصرنا، وقتل الملك الظالم جالوت بيد قائد الجيوش داود الشجاع. قتل جالوت الظالم بيد داود، إنه لنعم الرجل الشجاع، وسيكون له حظ من الملك والنبوة. Thank you.
هيا. يقولون إن داود هذا من عباد الله الصالحين. نعم، سمعت أن الله منحه القوة والعلم. وبعد هذا الانتصار سيكون له الملك. إلى السجن أيها الجندي. لا تضرب الأسرى حتى يحكم بينهم سيدنا داود. وأين ذهب سيدنا داود؟ إنه ذهب إلى صومعته ليسجد شكرا لله على ما منحه من نعمة الأمن. بسم الله الرحمن الرحيم. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. صدق الله العظيم. أنعم الله على الملك النبي داود، فهو عدل حكيم كما أنه قوي لا يخاف الأعداء. نعم، إنه أشاع الأمن والأمان في المملكة كلها، وذاق الناس على يده طعم الانتصارات. هل تعلم أين النبي داود؟ ترى أين يا أخي؟ ربما يكون في القصر. إنه يقوم بصناعة الدروع بنفسه، فقد منحه الله قدرة لم يمنحها لأحد من قبله، وهي أنه يشكل الحديد بيده بسهولة وكأنه لين مثل العجين. سبحان الله، يعطي من يشاء بلا حدود. إن النبي داود أول من صنع هذه الدروع بهذه الصورة التي تسمح لنا بيسر الحركة. وطبعا يقبل الكثير على شراء هذه الدروع الجيدة. نعم، فالنبي داود لا يأكل إلا من عمل يديه، وهو يصنع هذه الدروع ليبيعها، وبثمنها يطعم أولاده والفقراء. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. هل تسمع مثلي ما أسمعه؟ إنه صوت داود عليه السلام. كم هو جميل وهو يقرأ كتابه المقدس الزبور. هيا لنسبح مع داود ونستمتع بصوته الجميل الذي لم نسمع مثله بين خلق الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. هل تسمعون صوت داود عليه السلام؟ لقد نسينا الجوع، فسماع صوت داود عليه السلام لا يقاوم أبدا. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله العظيم. سبحان الله الذي أعطى نبينا وملكنا داود الحكمة وأنعم عليه بصوت جميل ينسي أي مخلوق نفسه بما فيها من جوع أو عطش أو ألم وهو يسمعه. نعم سبحان الله. وقد أنعم الله على النبي داود حيث جعل الحديد في يده لينا فهو يفتله كيفما شاء ويصنع منه الدروع التي لا فيل لها في هذه الأرض. لقد أخذ أحد الأشخاص مالا من أبي ولم يرده فشكوناه للنبي داود فأجبره على إعادته إلينا. فلنبدأ درسنا اليوم ونتحدث فيه عن الكتاب المقدس الذي أنزل على النبي داود. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا داود زبورا. صدق الله العظيم. وهو من الكتب السماوية مثل التوراة والإنجيل والقرآن. كم أنا سعيد وسليمان الحكيم يجلس بجوار والده النبي داود. إن الله أنعم على نبينا داود بالنبي سليمان عليه السلام وهو يجلس مع والده في هذا المجلس يستشيره الأب النبي. لقد أذن الملك داود عليه السلام بالانصراف للجميع وهو يقول قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق الله العظيم. ما أجمل الليلة مع الهواء الجميل والقمر البديع ونحن سعداء نحب الملك سليمان. لست وحدك التي تحبينه بل كل الطيور والجبال وكل الناس حتى الأشجار والنباتات فالجميع يحبون النبي داود عليه السلام وهو حب لمن يستحق. وأنا أحب ولده النبي سليمان عليه السلام. نعم إننا نحبه كذلك لأنه سليمان الحكيم عليه السلام فقد ورث عن أبيه النبوة والحكمة. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. صدق الله العظيم. دائما يحب ملكنا داود عليه السلام أن يطمئن على استعداد الجيوش. نعم،
فجيوش الأعداء تتعجب من دروعنا ولا تعرف كيف نصنعها. يبدو أن النبي داود وابنه النبي سليمان قد وصل لموقع الجيوش. إنه يطمئن على الجند وكل ما يحملون من دروع وسيوف. السلام الذي أعاد إلينا الكرامة. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد أحبه الجميع لعدله وقوته وشجاعته وكرمه وحكمته. العزاء الوحيد أن النبي سليمان ورث عن والده النبوة والملك والحكمة. مات داود عليه السلام. مات داود عليه السلام. مات داود عليه السلام. مات داود عليه السلام. إنا لله وإنا إليه راجعون.